لو الحكاية فيها إن فيجو أنا نزل لهم المشكلة يا باشا إن إحنا مش عايزين نوصل زي المشكلة التانية اللي عدت دي. يعني أنا راجل عندي 33 سنة هيفضل يعيني بالعقد لحد ما اوصل بس يعني قول الحاجات المهمه لحد ما اوصل للراجل ده لحد ما اوصل لسن الراجل اللي عنده 50 سنه وبعد كده يقول لي مالكش تعيين. احنا حضرتك المدير ما بيشتغلش، المهندس ما بيشتغلش، ايه المشكله يعني شغالين. انت في مشكله معينه؟ ايوه في مشكله يا باشا ان احنا مش يعني كده اول ما بيشغلونا شهرين في السنه، شهرين 3 شهور او شهرين او 3 شهور في السنه انت عامل موصلين. وبعد كده يفصلنا. تمام. يعني عايز اجيب له 36 شهر، اجيب له 36 شهر منين؟ انا شغال من سنه 2010. تمام. ماشي بقالي دلوقتي 4 سنين ونص متواصلين. تمام. ما فصلتش حاجه خالص. تمام. ماشي كان سني اول ما تعينت 37 سنه. تمام. دلوقتي طلع قرار بالتثبيت وبقى سني معدي ال 41 سنه. تمام. ماشي. تمام. طب كان هو فين اما انا تميت الثلاث سنين وتميت ال 40 سنه وانا في الشركه ما عينيش له؟ بطالب ان يكون عقد شهري او سنوي عشان ناخد حقنا، لا تأمين ولا صحة نروح نكشف، نغيب يوم يخصموه نيجي نقول لهم عايزين اجازات، مفيش اجازات، اللي بيغيب بيحسبوا اليوم عليه، ال 20 جنيه اللي بيدوها لنا في اليوم ما بتكفيناش مواصلات. ايوه. ثانيا المعامله هناك عاجبك مش عاجبك بالسلام. انا عايز الرؤساء الكبيره دي تدي للناس الغلابه دي حقوقها. تمام. مش طالبين اكتر من ايه بالتحديد كده. يعني ايه بالتحديد؟ يعني ناخد حقوقنا في البلد دي. ايوه ايه مشكلتك بالظبط؟ يعني مشكلتنا ان انا دلوقتي بقى لي 4 سنين في المحل. تمام. بيشغلوا لي 3 شهور ويمشوني الشهر ب 600 جنيه. تمام. طب انا دلوقتي متجوز وعندي 3 عيال. بقيت السنه بروح. تمام. هم بياخدوا مني 3 شهور في السنه. تمام. ويروحوني. تمام. بيدونا امبارح خدت 14 جنيه مكافاه. مكافاه سنه؟ مكافاه سنه اللي عدت. تمام. اعطونا 14 جنيه حتى ما رضيتش اخدها. احنا في ناس معانا بقى لها 15 سنه دلوقتي وشغاله عقد يوميه برضه زي ما هو. يعني حتى ما نطقوش شويه وخلوه عقد موسمي او عقد مميز، لا مخلينا برضه عقودات يوميه. تمام. والعقد اليوميه ده ملوش اي قيمه. انت تعبت وقعدت شهر، انت تعبت وقعدت شهر على حسابك، غبت يوم على حسابك، ما فيش هناك يوم مرحمين. احنا هنا دلوقتي ومتقفل علينا هناك في الدفتر. والله يا بقى متقفل علينا. قال لك مش موجود. متقفل علينا. متقفل علينا. يعني متقفل عليه. بيتخصص مالناش اجازه خالص. مالناش اي اجازات حتى. تمام. ولا عيد ولا موسم ولا حتى لو واحد عنده حاله وفاه وبيغيب بيقفلوا عليه برضه. ايوه. لو قلت لها برضه هيسافر.